اش غنقول لك بنتي، انتي واحد الانسانه صباره بزاف 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 بزاف. واحد القصه ديالك بدات من قلتي ليا في واحد الكومونتير انا مزاوقه فيك اختي سوريا، عطيني واحد الوصفه راني ما قداش نقعد راسي بالتعب، راني منهوكه متعوبه نفسيا مدمره، ما قداش نقعد الراس وعندي جوج وليدات وراني خياطه وكان ديباني لوليداتي، ما تنطيب ليهمش كيف ما تيطيبوا الناس، غير كان ديباني ليهم كنحس بواحد الدم جيتهم وكنصيفطهم للمدرسه غير بوحدهم. انا قلت لك بنيتي راه الدراري ما خاصهمش يمشيو بوحدهم، راه هما كيكونوا مستهدفين من طرف المجتمع. ابنيتي سيري دي وليداتك، ولاني انت راكي حالك الله، انت راكي بواحد الحاله نفسيه مزريه، قلت لك ربما تكون صابتك عين، ربما تكون عندك اكتئاب، قلتي لي راه العين وارده والاكتئاب وارد حتى هو، ولاني انا قلت لك شربي بيروكا، ديري هاد الوصفه، ديري هاد الوصفه، ديري الوصفه ديال العين، ديري الوصفه ديال اللي غترد لك الجهد. وقلت لك انا قلتي لي ودي راه بيروكا راني جربتها واحد المره وتحسنت شويه، ولاني راها غاليه والحاله الماديه مزريه. كان فين هو الزوج ديالك؟ فين هو الوالده ديالك؟ فين هو خواتاتك؟ قلتي لي الوالده وخواتاتي كاينين الحمد لله، راه مره كيساعدوني بشويه الفلوس، ولاني اللي كيعطي كيعيا، اللي كيشد ما يعياش. عندك الحق بنتي، عندك الحق، راه ديك المساعده مره راه ماشي هي الحل، راه خاصك واحد 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 الراتب قار لعيشك انت وليداتك. والزوج ماله؟ قلتي لي ودي راه بلي بالشرا. واش نقول لك بنتي، قلتي لي بان ما كيهش معك مسؤوليه نهائيا، وانا حالتك النفسيه مزريه حتى بسببه هو. ايوا الحبيبه ديالي اش غنقول لك، راكي صباره، راه الجهد فوق الجهد يا بنتي. واش غنقول لك الحبيبه ديالي، دابا الزوج ديالك اعتبريه كانه انسان مريض، اعتبريه كانك كانه انسان مريض، ما عندك ما غديري، ما غتمشيش تلاجي معاه ولا لا قدر الله غتوصلي معاه للطلاق، حيت انت قلتي بغيتي تفكي ولاني ما قديتيش، يعني تسدات عليك البيبان، وانا ما غنصحكش بالطلاق بنتي، واخا هو تيشرب، واخا هو مبلي، راه هو حتى هو مريض، حتى هو ديك البليه مصيبه، ديك البليه مصيبه. الا عطيتي المبلي واحد 50 درهم ولا 100 درهم وكان فيه الجوع ما يمشيش ياكل بيها، امشي شري البليه. والله يشافيه ويعافيه، هادشي اللي غنقول لك بنتي، الله يشافيه ويعافيه والله يصبرك، هادشي اللي غنقول لك الحبيبه ديالي. بالنسبه لك بنتي قلت لك انا ديري بيروكا، ديري واحد الوصفه، ربما حيت قلتي البياس ديالك اللي كتخرجي من يدك الدب، قلت لك ربما يكون عندك واحد العين، ولا ديري مثلا شي حل باش تعيد لك العين بنتي. وقلت لك الصور اللي غتقراي وداكشي، ولاني فاش قلتي ليا الكليانات تيجيو عندك درجة انك يجيو عندك وكترفضيهم وطلعوا لك في راسك، طلعت لك الخدمه في راسك، الماكينه طلعت لك في راسك، كترفضي حتى الخدمه، وبطبيعه الحال ما غيدخلش المدخول، يعني كتزيد الحاله الماديه ديالك تدور كثر وكثر. عرفت كابنتي بالله كتمري بواحد الحاله نفسيه صعيبه. شوفي الحبيبه ديالي راه كنتي صباره، وربي سبحانه وتعالى غيجازيك بغير حساب. شوفي كل شيء عند الله محسوب، حتى حاجه ما غتضيع، هذاك العمل اللي كديري احتاس به لوجه الله تعالى، وهذاك الصبر ديالك احتاس به لوجه الله تعالى، ربي غيجازيك بغير حساب، يعني راه الاجر ديالك غادي وكيضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف. شوفي المكانه ديالك عند الله شنو كتسوى، كتسوى الكثير والكثير. اللي غنقول لك بنتي بالنسبه للبيروكا جاتك غاليه، انا غنعطيك الحامض، غديري الحامض، الحامض هو انت مغربيه ياك، المهم الحامض حنا كنقولوا له الحامض، هو الحامض هو الليمون عند المشرق، واللي حنا تنقولوا له الحامض. غتشدي حامضه وغتعصريها بنتي، وغديرها في طرد الماء، غديرها في واحد القرعه ديال طرد الماء، وغتعمري ديك القرعه بالماء حتى الفوق. كي قلت لك بنتي ديري الحامضه ليمونه عصريها، حامضه وحده عصريها وكبيها في واحد القرعه ديال يطرد الماء، قرعه خاويه وعاد عمريها بالماء، ولا غتنقصي منها واحد الكاس وتكبي ديك العصير ديال الحامض فيها، المهم يكون يطرد الماء في حامضه وحده فهمتيني، وغديري هكا وتبقى تشربيها على طول النهار، على طول النهار. سمعيني مزيان، شنو غتحيدي؟ غتحيدي الخبز، نقصي منه بزاف، وغتحيدي كاع المشتقات ديال الطحين،
مقارونيا، الطعام كما تنقولوا حنايا كسكسو، الشعريه، كاع داك المشتقات ديال الطحين حيديها، لان هذيك غتزيدك اكتئاب. فهمتيني؟ الخبز غيزيد لك واخا فيه واحد الماده سميتها تريبتوفان، هذيك زوينه تتعجب، ولكن فيها الجلوتين ما صالحاش ليك. فهاد الحاله ديالك ما صالحاش. شنو اللي صالح لك؟ شلاضه، ديري شلاضه، ديري شلاضه، ديري شلاضه، ديري الخس، ديري البصله، ديري مطيشه، ديري الخيار، ديري افطري بها في الصباح، دير واحد سوبيره بحال هكا، ماشي غير طويسه صغيور، سوبيره بحال هكا وكليها بالمعلقه، دير قطير الزيت البلديه وشويه الملحه وكليها هكا، عاوتاني في الظهر وفي العشاء. الا قديتي ديرهم ثلاثه د المرات يكون احسن، فهمتيني؟ والشيء الاخر ما عندك غرض فيه، غديري البيض البلدي الا كانت المقدره ديالك واحد جوج بيضات في النهار ديال البيض بلدي سلقيه، ولا حتى كان كيعجبك مقلي بواحد القطيره ديال الزيت البلدي وشويه د الملحه، هذا الشيء هو ماكلتك. الا كان مقدرتك ديري شويه الحوت، ديري شويه الحوت، هاد الشيء هي الماكله ديالك بنتي، تعتمدي عليها بزاف بزاف بزاف، وراه ان شاء الله بحول الله ما تجي تفوت حتى واحد المده قصيره، حتى كتحسي بواحد الاختلاف كبير بزاف، تقولي واش انا ولا وحده اخرى. فهمتيني بنتي؟ كتغير كل شيء فيك، كترجعي خفيفه نشيطه، المصران ديالك مرتاحين، ما عندكش اكتئاب، ما عندكش ديبريسيون. وشنو غديري في المشروبات؟ غديري حبيبه ديالي فليو زوين، راه حتى هو كيهدن وكيعطي واحد الجهد، فهمتيني؟ وكيهدن الاعصاب وكل شيء، وكيحيد الاكتئاب. غدير الحبيبه ديالي النعناع الصوفي، لقيتيه ما لقيتيش شوفيه عند العطار، الله يجعلك ما تجيبيه غير 3 دراهم الحبيبه ديالي، ديري غير ليك، فهمتيني الحبيبه ديالي؟ غديري لويزه حتى هي تتهدن الاعصاب وكتحيد الاكتئاب. ايوا تبعي هذا الشيء حبيبه ديالي، وهنا معاك ان شاء الله بحول الله غترجعي وحده اخرى. وبالنسبه للخدمه ديالك راه عندي افكار زوينه غنقولها لك الحبيبه ديالي، دخلي بنات يستاجيو عندك، كيستاجيو فابور، كتستافدي من الخدمه ديالهم، وفي نفس الوقت هما كيتعلموا واحد الحرفه جديده وغينفعوك بزاف، وغتخدمي معاهم بالبياسه، وترجعي انت هي مولات الشي، وانت هي مولات الشوار، انت هي مولات المحل بنتي، وتزاد رزق ان شاء الله بحول الله. يا ربي رزقك من فضله، يا ربي يا ربي يرزقك من فضله، يا ربي حنا عبد الله وريضات الوالدين بنتي. الله يغنيك، الله يعطيك حتى يغنيك بنتي، الله يزهر لك الايام، الله يورد لك الايام، الله يحن عليك، الله يفتح لك بيبان الخير يا ربي. يا ربي يا بنتي قلبي معاك يا الحبيبه ديالي، كنحبك كنموت عليكم مبنياتي، تتمنى لك الخير من كل قلبي يا بنتي وجميع بناتي الغاليات. كانت معكم تيري عراش، السلام عليكم. السلام حبيبه ديالي، خليتك الراحه، السلام بنتي، السلام.